السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد عناوين الاقتصادية ننتقل وإياكم إلى تفاصيلها، حيث افتتح مدير عام الهيئة العامة للشباب الدكتور مشعل الشاهين للربيع معرض الفرص الوظيفية الذي ينظم بالتعاون مع الجامعة الأسترالية، ويهدف إلى إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة لشباب وشابات الكويت والخريجين بما يتناسب مع مؤهلاتهم ومهاراتهم وخبراتهم، تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة وترجمة لركيزة رأس المال البشري والإبداعي التي جاءت بها خطة الكويت الجديدة. فرصتك الوظيفية بين يديك، لا عليك عزيزي الشاب عزيزتي الشابة سوى اختيار ما يناسب تخصصك ومهاراتك وطموحك. باختصار، هذه كانت رسالة معرض الفرص الوظيفية الذي نظمته الهيئة العامة للشباب بالتعاون مع الجامعة الأسترالية على طريق توفير الوظيفة المناسبة لكل شاب وخريج. سعيدين بمشاركة الهيئة العامة للشباب أو دورها في تنظيم المعرض الوظيفي اللي تقيم الكلية الأسترالية. احنا اليوم بناء على توجيهات مجلس الوزراء والخطة المائية للدولة ان مطالبين بإيجاد حلول واقعية لمشكلة البطالة والبطالة المقنعة اللي قد نعاني فيها خلال الفترة السابقة. الهيئة العامة للشباب من خلال البرامج التنموية التي ادرجتها بالخطة المائية للدولة وبرنامج عمل الحكومة استطاعت ان تجد الآلية والمشروع المناسب لحلحلة او إيجاد حلول فعلية واقعية لمشكلة البطالة والبطالة المقنعة. نذكر منها مشروعين أساسيين اللي هي منصة توظيف وأيضا برنامج صناع العمل. برنامج صناع العمل تواجد اليوم محوري وأساسي لموائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. معرض الفرص الوظيفية يحوي مجموعة كبيرة من الوظائف المختلفة التي تحاكي سوق العمل في دولة الكويت، لا سيما في القطاع الخاص، حيث تحرص الهيئة العامة للشباب على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية ليكونوا على مستوى كبير يؤهلهم للعمل في الوظائف التخصصية. الجامعة الأسترالية في الكويت تقيم معرض وظيفي، الغرض من هذا المعرض هو إعطاء فرصة لطلبتنا للالتقاء بالشركات القائمة في الكويت حتى يتعرفوا على متطلبات سوق العمل وأيضا على المهارات المطلوبة بعد التخرج من الجامعة. نحن نعطي الأولوية، جزء من مسؤوليتنا الوطنية أن نقوم بتدريب الشباب الكويتي ونؤهله التأهيل الأمثل حتى يستطيع أن يكون مواطنا إيجابيا منتجا. طبعا تسعى الهيئة العامة للشباب لتطوير الرأس المال البشري الإبداعي بحيث نقدر نوجه الشباب على حسب قدراتهم وهواياتهم إلى المسار المهني الممتاز. الهيئة العامة للشباب تسعى جاهدة من خلال منصة التوظيف ومشروع صناع العمل إلى خلق فرص عمل متميزة لأبناء الكويت بما يتناسب مع تخصصاتهم ومؤهلاتهم، تحقيقا لبرنامج عمل الحكومة وخطة التنمية وترجمة لركيزة رأس المال البشري والإبداعي في رؤية الكويت الجديدة. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.